وللمتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أيمن الرقم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور أيمن، إلى أي مدى برأيك هذه المسيرات الفلسطينية ستخرج القضية الفلسطينية من حالة الجمود التي عرفتها؟ يعني كما تحدثتم في تقريركم، الأسبوع الثالث يواصل الشعب الفلسطيني بغزة بالتحديد، أتمنى أن كما ذكرت مرارا وتكرار أن ينضم الأخوتنا في الضفة الغربية والقدس إلى هذا الحراك لرفع تكلفة الاحتلال. وهناك رؤية فلسطينية لدى الفصائل الفلسطينية في غزة وفي كل أماكن التواجد الفلسطيني أن يصبح المقاومة الشعبية نهج حياة يومي. هناك رؤية لإعادة القضية الفلسطينية من خلال هذه المقاومة الشعبية، كما تابعتم اليوم تجرؤ الشعب الفلسطيني هذا الشباب الأعزل إلى إلغاء يعني فك وسحب جدار العزل العنصري بشكل كامل الذي يفصل بين قطاع غزة في مناطق التماس الخمسة اللي يتم الاتفاق عليها بشكل أسبوعي هذه الجمعة. صحيح أن أقول لك بشكل واضح أن حجم المشاركة لم تكن كالجمعة الماضية، ولكن صحيح. التأكيد على أن هناك مراحل مد وجدر ستكون في جمع الحضور كبير جدا، جمع أقل جزئيا، ولكن أهم شيء الاستمرار في هذه المقاومة الشعبية اللي أعتقد أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى سلم أولويات الكثير من الاهتمامات العالمية، وأصبح الجميع يهتم بها، خاصة أختي الكريم أن أقول لك بصراحة طلاب طالت فترة المواجهة طالما بدأ يتألم الاحتلال. الآن بدأنا نسمع منذ أول أمس تألم من جنود الاحتلال الذين أصبحوا يربكهم الوجود في مواجهة هؤلاء الشبان العزل الذين وخروج لا بعضهم أيضا لتنديد إلى مناطق صفر. نعم دكتور، وخروج بعضهم أيضا لتنديد بما يحصل اليوم مع الشباب الفلسطينيين واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال. بالتأكيد يعني هناك قوى بإضافة لقوى اليسار والحراك في المجتمع الصهيوني أو المجتمع الإسرائيلي لنكون أكثر دقة، ولكن عندما يبدأ يحتج الجنود الاحتلال من وجودهم على مناطق الحدود، واليوم هناك منذ أمس تصل عائلات لدعمهم، هذا يعني أن هناك بدأنا نؤثر على نفسية هؤلاء الجنود. أنا لذلك أقول لك الرهان على المدة الزمنية، طالما تحمل الشعب الفلسطيني وتحمل العض على أصابعه في هذه المواجهات المفتوحة طالما تألم الاحتلال وبالتالي تدخل العالم سريعا. طيب دكتور أيمن، يعني هذه المسيرات أيضا إلى أي مدى يمكن اعتبارها اليوم هي رسائل موجهة إلى الداخل الفلسطيني، إلى المنظومة الفلسطينية بشكل عام، وهنا أقصد القيادة الفلسطينية الغائبة تماما عن هذه المسيرات؟ يعني أنا حزين عندما يخرج الشعب الفلسطيني ليعبر عن ذاته وقيادته بعيدة عنه. يعني في اليوم اللي في هذه الجمعة الثالثة بدلا أن تكافئ غزة أختي الكريمة تمارس ضدها مزيدا من العقوبات. كما تعلمين هذا الشهر لم يتقاضى موظفين السلطة في غزة رواتبهم، هذا يعني مزيدا من الضيق الاقتصادي، مزيدا من المأساة الاقتصادية، وبالتالي أعتقد أن هذا مزيدا من الضغط على الشعب الفلسطيني. للأسف الشديد أختي الكريمة القيادة الفلسطينية لا تستطيع أن تدرك الدرس. الشعب الفلسطيني في غزة لن يثور على حماس رغم كل ظلم حماس، ولكنهم سيثوروا ضد الاحتلال. الشعب الفلسطيني تألم من انقلاب عام 2007، لن يسمح بتكرار مشهد الدم الفلسطيني الفلسطيني، وبالتالي الخروج بالضغط على الشعب الفلسطيني في غزة في رواتبه ولقمة عيشه وصحته وتعليمته لن يدفع بهذا الاتجاه. على القيادة الفلسطينية أن تدرك أن عليها أن تعالج الأمر سياسيا، لا أن تدفع باتجاه أن ينفجر الشعب الفلسطيني باتجاه حماس. هذا الأمر لن يحدث، عليهم أن يدركوا لغة لغاريتمات الشعب الفلسطيني، يدركوا أن هذا الشعب الفلسطيني تألم كثيرا عام 2007 ولن يعيد هذا المشهد. المشهد إن كان دم فالدم سيكون مع الاحتلال، ولكن لن يكون دما داخليا. طيب برأيك دكتور أيمن، هل ستخرج القمة العربية التي ستعقد يوم الأحد بموقف موحد للعرب تجاه اعتبار ترامب يعني أن القدس هي عاصمة لإسرائيل؟ يعني أنا تابعت اجتماع وزراء الخارجية العرب وما صدر عنه، وهناك واضح جدا أن هناك قرارات أصبحت واضحة ومكتوبة. أول هذه القرارات استنكار المجتمعين بمجملهم قرار ترامب في الرابع من ديسمبر باعتبار القدس عاصمة الاحتلال، وأن هذا يعيق الحل النهائي، وهذا الأمر أنا أعتقد خطوة مهمة جدا، خاصة أنه البعض كان يسرب في الأيام الماضية أن هناك اتصالات عربية مع الإدارة الأمريكية ومع الاحتلال، وهناك من يسعى إلى تنفيذ المبادرة العربية للسلام بشكل مقلوب، التطبيع يسبق قيم الدولة. هذا الأمر قد حسم في اجتماع وزراء الخارجية العرب. نعم. استنكار بشكل قطعي لقرار ترامب، هناك التأكيد على المبادرة العربية للسلام بالتنفيذ كما هي. نعم. هناك تبني لموقف رئيس السلطة أبو مازن بالمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية وليست برعاية أمريكية. أنا أعتقد المهم هذا القرار يجب أن يخرج، حتى هذه اللحظة لم يؤخذ به قرار،
مقاطعة كل دولة ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وهذا يجب أن يكون به قرار حتى لو استثنيت أمريكا من ذلك، لأنه لها مصالح كبيرة جدا بتريليونات الدولارات لا يستطيع أن يفعلوا ذلك، لكن يستطيع أن يفعلوها مع دول أخرى قررت نقل سفارتها، وبالتالي أعتقد هذا الخطوة مهمة. الخطوة الثانية المهمة توفير المبلغ الذي تم الاتفاق عليه منذ عام 2002 حتى هذه اللحظة لم يتم الالتزام به، وهو شبكة الأمان المالية والمبلغ المقدر 100 مليون دولار يدفع للسلطة شهريا. أنا أعتقد هذا الأمر يجب أن يكون به التزام إن كانوا يريدون للسلطة الاستمرار. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من القاهرة الدكتور أيمن الرقبة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.